خلونا نبدأ بالأخبار اللي معانا. الرئيس عبد الفتاح السيسي تبادل التهنئة امبارح بمناسبة شهر رمضان المعظم مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت ورئيس السوري بشار الأسد. امبارح أيضا الرئيس السيسي عقد اجتماع للاطلاع على تطورات العمل بعدد من ملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكان من بينها أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم 2024-2025. ستوجه بمواصلة الجهود التي ترمي للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد لكافة المواطنين. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصال هاتفي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأعرب الرئيسان عن أطيب التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل صالح الأعمال وأن ينعم بكرمه على الشعبين المصري والجزائري الشقيقين وسائر الأمتين العربية والإسلامية. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وتبادل الجانبان التهاني بحلول شهر رمضان المعظم، داعين الله عز وجل أن يتقبل صالح الأعمال وأن يديم أواصر المودة والأخوة بين الشعبين المصري والسوداني الشقيقين، ويحفظ السودان الشقيق وأهله من كل سوء، ويعيد هذه الأيام المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمان. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وتبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وأعرب الرئيس عن تمنياته بأن يعيد الله سبحانه وتعالى هذه الأيام المباركة على الكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق بالخير واليمن والبركات، وأن يديم الأمن والاستقرار على الأمتين العربية والإسلامية، وهو ما ثمنه أمير دولة الكويت معربا عن صادق تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والازدهار. امبارح ايضا اجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي بالرئيس السوري بشار الاسد، وتبادل الرئيسين التهنئه بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك، واعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بالخير والامان والاستقرار للشعب السوري الشقيق، وان يحفظ المولى عز وجل الامتين العربيه والاسلاميه من كل سوء. ومن جانبه ثمن الرئيس السوري الاتصال الكريم، متمنيا ان يعود الشهر المعظم على مصر وشعبها بالرخاء والازدهار. امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع اطلع خلاله على تطورات العمل بعدد من ملفات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن بينها أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي القادم 2024-2025، ومتابعة ما تم تنفيذه في خطة العام المالي الحالي 2023-2024، وأهم القطاعات ذات الصلة بتنفيذ الخطة التي تعطي الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة والتعليم. ووجه الرئيس السيسي بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه استمراراً لجهود الدولة المصرية في تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين خاصة في شهر رمضان الكريم، وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصلت أمس الثلاثاء الموافق 12/3/2024 طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيرتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولي أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية، وده بصفة يومية على شمال قطاع غزة، وبيأتي ذلك مع استمرار تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.